لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمؤلف هذا الكتاب وللحاضرين. قواعد في صفات الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام ونتمنى الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه ومعه سبحانه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا يا رب العالمين. ونحن في طريقنا من جدة إلى مكة شرفها الله في ليلة الأحد بست لقينا من شهر الحجة الحرام عام 43 بسعدنا عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولذلك الله عز وجل وصف نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء. وأهل العلم يقولون إن باب الخبر عن الله عز وجل أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، بمعنى أنه لكل اسم صفة ولا عكس، لكل اسم صفة. فلما نقول الرحيم فصفة الرحمة، وليس شرطا أن لكل صفة اسم. فإذا قلت مثلا الضحك فهو صفة الضحك لله عز وجل، لا يستلزم أن أسمي الله إيش الضحك، وهكذا. وكذلك باب الأفعال، وجاء ربك والملك صفا صفا، ثم باب الإخبار عن الله عز وجل لما نقول كلام الله القريب إلى غيره، كذلك بمثل هذه الأشياء. ولذلك في بيان مثل هذا الله عز وجل ذكر في كتابه ما يحقق بالأسماء والصفات له تبارك وتعالى، وذكر النبي في سننه ما جاء من الأفعال له تبارك وتعالى، والله ذكر في القرآن أيضا ما جاء في الأفعال. فمثال ما ذلك، قال ربنا تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال ربنا تبارك وتعالى في بيان هذه الأسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، في آخر سورة الحج. وهنا لما نتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى، فهذا نتكلم عما وصف الله عز وجل به نفسه تبارك وتعالى، وله صفات الكمال وصفات الجلال، وصفات الله عز وجل كلها حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن يثبتوا لله عز وجل ما وصف به نفسه من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا ما يريد تحريره. ولما وقع الناس في التجهم فنفوا الأسماء والصفات، ولما وقعوا في الاعتزال فنفوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات، ولما وقع في الأشعرية أتوا إلى الصفات فأولوها وحرفوها، وفاز أهل السنة والجماعة أنهم أثبتوا لله عز وجل ما سمى به نفسه وما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. مثال الثاني حديث أبي هريرة في الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأثبت الله عز وجل ما وصف به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومثال الثاني: يضحك الله من عبد استيقظ من الليل فأيقظ أهله، الحديث. فلا يسعنا أيها المباركون إلا أن نكون على منهج أهل السنة والجماعة، أن نثبت لله عز وجل ما وصف به نفسه وما سمى به نفسه تبارك وتعالى. ولذلك قال ربنا عز وجل: هل تعلم له رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية على جزالتها وجمالها جمعت الأسماء والصفات لله تبارك
تبارك وتعالى وجمع التوحيد الإلهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم، هذا ما يجب تحريره أولا، أن تعتقده وأن تسلم أن صفات الله عز وجل كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه البتة. والله عز وجل تبارك وتعالى لما يقول ربنا تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فتثبت صفة الكلام لله صفة ذاتية له تبارك وتعالى على كمالها وتمامها، لا تؤولها فتقول شيء قائم فين؟ في النفس، ولا تعطلها فتنفيها كما فعل الجهمية، ولا أن تقوم بتحريفها وتأويلها على غير معناها. نقول نثبت الصفة لله على ما يليق بجلاله وكماله، وهذا هو الدليل الأصل في المسألة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك عمرو بن عبيد كان يطوف يوما حول الكعبة وكان مكتوب على الأستار: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: ود أنه، والعياذ بالله، أن يمسح وهو السميع البصير. نحن في هذه السيارة، فئام من الناس، ونحن في هذه الدنيا مليارات من البشر، كل منا يتكلم، بل إن الواحد في بيته هو وأبوه الذي ولد من صلبه، وأمه التي ولد من رحمها، ومعه أخوه الذي جمع في رحم واحد، وأخته التي جاءت معه من رحم واحد، ومع ذلك كل واحد منا كلامه يختلف عن كلام إيش؟ عن كلام الآخر. فما ظنك بالله تبارك وتعالى؟ وصفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا يوجد فيها أي وجه من وجوه النقص. أيها الكرام، وما دخل على أهل البدع مما دخلوا عليه إلا أنهم لما شبهوا الله بخلقه تبارك وتعالى، والله عز وجل قد وضح لهم السبيل: ليس كمثله شيء، ناكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا مثلية لله تبارك وتعالى في وجه من الوجوه. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها صفات نقص في حقه. نعم، الصفات الثبوتية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إثبات الحياة والقيومية لله تبارك وتعالى على أتم معانيها. طيب، لما لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه اسمها صفات إيش؟ سلبية نفاها الله عز وجل تبارك وتعالى عن نفسه. في حديث عبد الله بن الثواب أبي مسلم الخولاني في الصحيحين عن أبي ذر، وكان كلما ذكر الحديث جث على ركبتيه، أعني عبد الله بن الثواب أبا مسلم الخولاني، قال الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم حرام فلا تظالموا. ولما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الحديث، فهذه صفات سلبية نفاها النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى. إثبات صحيح الشيخ الله سعيد. إيش؟ في نفس الحديث يخفض القسط ويرفع. أيوة، إحنا بس أخذنا على وجه الدلالة فضيلتك، اللي هو إيش؟ إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم. فلذلك نحن نبقى على مثل هذا، فما أثبته الله ورسول عليه الصلاة والسلام نثبته على أتم الوجوه وأكملها، وما نفاه الله عز وجل ورسول عليه الصلاة والسلام عن ربي عز وجل ننفيه. فالله عز وجل صفاته كلها حسنى وكاملة تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال
فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. وهنا مسألة مهمة، إن تعدد الأسماء وتعدد الصفات لا يعني تعدد إيش؟ الذات. نعم، كلها لذات واحدة، لكن من عظمة هذه الذات تعددت إيش؟ أسماؤها. من حديث أبي هريرة في الصحيح، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ومن عظمة هذه الذات تعددت ماذا؟ صفاتها، تعددت صفاتها. ألا ترى أنك لما تأتي للبشر ولله المثل الأعلى فتريد أن تمدحه وهذا عظيم في قومه، تعدد فيه ماذا؟ الصفات. حتى لما قالت الخنساء في أخيها، قالت صخر، وأي فتى كصخر ليوم طعينة، ليوم كريهة، أو طعان خلس، أو ضيف طارق، أو مستجير يروع قلبه من كل جرس. هذه تصعص صفاتها. فأمانه فأصبح باله خليا من كل خلس. وهذه تمدح من؟ مخلوق تمدح أخاها. فما ظنك بالله تبارك و بالله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. هذا القاعدة مهمة بمكان أيها الكرام الفضلاء. أولا، الله عز وجل له صفات إيش؟ الكمال تبارك وتعالى، كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من إيش؟ من الوجوه. طيب، لما يخادعون الله وهو خادعهم، سخر الله منهم إلى غير ذلك، ما هو المقصود في هذا؟ المقصود في هذا هو مثل ما ذكرت من هذه الثلاث: إثبات ضدها وهو الكمال المطلق، الأمر الثاني نفي توهم النقص، الأمر الثالث معاملتهم بمثل ما هم يعاملون، يمكرون ويمكر الله. هنا إثبات المكر لله عز وجل صفة كمال وليس صفة إيش؟ صفة نقص كمكر البشر. بماذا؟ بإثبات الكمال التام لله عز وجل في الصفة، وبإثبات أنه تبارك وتعالى يمكر بهم برد مكرهم إيش؟ عليهم، أو بفتح ماذا؟ أو بفتح مكرهم. ثم هناك صفة الله عز وجل لم يصف بها نفسه تبارك وتعالى، لأن حتى وإن كانت في باب الرد عليهم تعتبر في حق الله عز وجل ليست إيش؟ ليست كمالا، فلذلك نفاها الباري عز وجل. هذا من جمال القرآن. من يذكرها لنا؟ صفة آية موجودة، صفة ذكرها الله عز وجل تبارك وتعالى، لكنه تبارك وتعالى لما أراد أن يبين أنه يرد بها على أصحابها لم يصف بها نفسه تبارك وتعالى. يعني أنت عندنا يمكرون ويمكر الله، سخر الله منهم. طيب، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبله فخانهم الله فأمكن منهم. لأن هذه الصفة حتى وإن ذكرت على سبيل أنها تكون عليهم لا تحليق في إيش؟ لا تليق في جنب الله تبارك وتعالى. فقال إيش؟ فأمكن منهم تبارك وتعالى برد خيانتهم على أنفسهم وبفضح خيانتهم. نعم، لأن الشيخ الله حسين كان الخيانة حتى حتى أي مذمومة. نعم، حتى وإن أردت أن تبحث عن الكمال فيها. نعم، فالله عز وجل نفاها تبارك وتعالى، وهذا من جمال أسماء الله وصفاته عز وجل. نعم، أحسن. قاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. أيوة، عندنا الصفات أيها الكرام في الصفات الذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله تبارك وتعالى: الحي، القيوم، الواحد، الأحد، الصمد، صفة الكلام. وفي صفات فعلية اختيارية، هذه صفات فعلية
متعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها تبارك وتعالى، وجاء ربك والملك إيش صفا صفا. وفي صفات نقول ذاتية إيش فعلية، ذاتية إيش ذاتية فعلية، مثل الكلام صفة ذاتية صفة فعلية، إن شاء تكلم ما تشاء تبارك وتعالى على وجه الذي يشاء عز وجل. نعم الشيخ الله شريك، الذاتية قالوا منها التي لا ما هي بعض أجزاء للمخلوق كالساق وك. أيوة نعم نعم نعم، كل ما يتعلق بذاته تبارك وتعالى، واليد إلى غير ذلك. نعم نعم. قال رحمه الله قاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدها التمثيل والثاني تكييف. رأيتم يا شباب، هذه هي أرأيتم. لذلك إذا إنك أنت أخذت بهاتين القاعدتين، لم تمثل الله عز وجل بيش بخلقه تبارك وتعالى، ولم تقل كيفية هذه الصفة أو كيف هذه الصفة، نجوت. كل الذين وقعوا من الطوائف الضالة في الأسماء والصفات وقعوا في هذين المحذورين والمحظورين، أخذوا في تمثيل الله بيش بخلقه عز وجل، وأخذوا أن يتكلم عن كنه إيش الصفة وكيفية هذه إيش الصفة، والله لم يتعبدك بماذا. ولذلك لما جاء الرجل يا مالك قال الرحمن وعلى العرش استوى، ما استوى؟ قال فسكت الإمام هنية ثم علاه الكرب ثم قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، بين هلالين والكيف مجهول، يعني ما نسأل حنا عنه لكن نثبته، والإيمان به واجب لإثبات الصفة الاستواء وغيرها، والسؤال عنه بدعة، لا أراك إلا مبتدعا فأخرجوا شالوا وألقوا خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا ملحظ مهم، بعض الناس يقول لك إحنا نفوض، نقول لك لا يا حبيبي اثبت الأول وبعدين إيش فوض الكيفية، يقول لك إحنا نفوض، نقول لا، لن يتم إيمانك إلا أنك تثبت الصفة إيش أولا وتؤمن بها وتفوض إيش تفوض الكيفية، لا المعنى إحنا حافظين وعارفين ومثبتين، نفوض الكيفية إنه كيف استوى، هذا إحنا نفوض هذه، لكن إحنا نثبت لله عز وجل ماذا الاستواء، ونعلم إيش معنى الاستواء، لكن لا نسأل عن إيش عن الكيفية. الفوض يفوضون المعنى أيوه يفوضون إنه أيوه يفوض المعنى، وبل بالعكس هو أصلا ما يثبته أصلا المعنى، لا يثبت المعنى، لا يثبت المعنى أصلا عنده، غير ثابت المعنى عنده. نعم. قال رحمه الله القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقفية لا مجال للعقل فيها. يا سلام، وهنا في درء تعارض العقل والنقل، وأيضا في وصول السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الجميع، أن الأسماء هذه الصفات هي توقفية. ما معنى توقفية؟ يعني تثبت بالنقل قرآنا و سنة، لا مجال لدخول عقلك فيها، إذا أدخلت فيها العقل فإنك بذلك تقع في ماذا؟ في التجهم، تقع في الأشاعرة، تقع في الاعتزال إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. طيب هنا سؤال، يعني أنا لا أعمل عقلي، اعمل عقلك، ما حد لك لا تعمل عقلك، لكن اعمل عقلك في إثبات إيش الصفة وفي الإيمان بالصفة، ليس أنك أنت تخترع صفات من عندك لم يرد بها إيش لم يرد بها الشرع والنقل. هذه كما أن الأصل في العبادات إيش التوقف، التوقيف، الحظر، المنع، فكذلك الأصل في الأسماء، الأصل في الصفات أنها توقفية. ما معنى توقفية؟ يعني متوقفة على النقل قرآنا وسنة. نعم. الله يجزاك خير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.